خلونا نروح لمشهد مهم جدا، المشهد التونسي. الرئيس التونسي بيقول احنا بنشهد لحظات تاريخية بتشكيل الحكومة الجديدة. خدوا بالكم ان المشهد التونسي ده مشهد اهميته الحقيقة مش بتكمن في انه بس تونس بتشكل حكومتها، اول رئيسة حكومة سيدة، هنا ما رئيسة بقى في التأنيس، في المنطقة العربية بالكامل. مسألة ابعد واهم من ذلك، المسألة تقدر تقول عليها كده ايه، ان تونس بتتحرر من الرجعية، بتتحرر من اختطاف السلطة، بتتحرر من، هسميها محاولات كمان، محاولات الرجعية، محاولات اختطاف السلطة، محاولات دفن العقل التونسي المستنير. بالمناسبة أنا دايما أقول الجماعة التوانسة دول بيصحوا الصبح، طبعا عشان هم بيتكلموا فرنساوي يعني بطلاقة دائما، فيصحوا الصبح دول بيقروا الفيجارو، يقروا لوموند، حاجات حلوة كده، فالعقل بتاعهم مستنير جدا. التوانسة منفتحين جدا، التوانسة مثقفين جدا، وبالتالي كان حرام تونس تتخطف بإيد رجعيين متشددين تكفيريين، حرام تونس تتخطف بإيد تنظيم زي ده. فاللي بيحصل في تونس يلفت نظر العالم ويثير حفيظة من يريدون دعم الرجعية. احنا معانا على التليفون أستاذة ضحى طليق، إعلامية التونسية المعروفة، أهلا بيك يا فندم. مساء الخير وشكرا لك أهلا بيك وأهلا بمشاهدي الأولى. مساء النور، منورانا والله على القناة الأولى والتلفزيون المصري. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إحنا كنا بنقول إنه يعني استلهاما أو هنكوت باللغة الإنجليزية كده، هنقتبس من كلام الرئيس التونسي، نشهد لحظات تاريخية بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس. بتعتقدي إلى أي مدى هذه اللحظة هي فارقة في تاريخ تونس، أيضا فارقة في تاريخ الأمة العربية؟ صحيح، يعني هي فعلا تعتبر يعني لحظة فارقة في تاريخ تونس، باعتبار أنه اليوم الإعلان طبعا عن أعضاء الحكومة الجدد الذين تترأسهم السيدة نجلة بودن، يعني هو فعلا على مستويين، فارق على المستوى الوطني باعتبار أنه خلاص يعني انتهت صفحة 25 جويلية أو ما قبل 25 تموز إن شاء الله إلى الأبد، وذهبت يعني هباء، وبدأنا في عمليات البناء التي وعد بها الرئيس منذ 25 تموز. هذا على المستوى الوطني، يعني هناك حكومة تشكلت ستبدأ في العمل، حكومة كفاءات أكثر من الثلث من النساء، وهذا أيضا رمزي أيضا باعتبار أن المرأة التونسية كانت دوما في مقدمة القوى الحية التي ساهمت سواء في حركة التحرير الوطني أو على مستوى بناء الدولة الحديثة بعد الاستعمار، وأيضا كانت في مقدمة القوى التقدمية، وأؤكد على التقدمية، كنتم تتحدثون عن تخلص تونس من الرجعية، كانت في مقدمة القوى التقدمية المطالبة بتصحيح المسار، تصحيح المسار الثوري والتقدم بتونس نحو الأفضل، خاصة بعد 10 سنوات كانت فعلا تونس مختطفة بين أيدي قوى رجعية، قوى فاسدة دمرت البلاد، أنهكتها إلى ما لا نهاية. نحن فعلا في منعطف تاريخي لبناء، للتنمية، لإعادة الثقة للمواطن التونسي في مؤسسات الدولة، خاصة إعادة الثقة للشباب الذي كان هو أيضا إلى جانب المرأة في مقدمة القوى المطالبة بالتغيير. هناك رمزية كبيرة فعلا في هذا المجال، نتمنى أن تتقدم أكثر في هذا السياق. طيب يعني أستاذة ضحى، خليني هسألك، وأنا دايما أظن أنه يعني لما نيجي نسأل الزملاء بتبقى دايما الحكاية صعبة، يعني لأنه بنبقى كلنا عارفين قواعد المهنة وإزاي نقدر نراوغها أو نفلت منها بالمصري كده، لكن بسيناريوهات ماذا لو، عندما نضع طرح
ماذا لو؟ ماذا لو لم يتخذ الرئيس التونسي قس سعيد هذه الإجراءات التي اتخذها؟ ماذا لو لم يتم السيدة تكليف السيدة نجلاء بودن كرئيسة للحكومة؟ ماذا لو لم نكن قادرين على تشكيل حكومة بهذا الشكل بعد عشرية بائسة؟ إلى أين كانت ستذهب تونس؟ نعم، لا يعني أنا هذا السؤال يعني ربما كانت تونس تذهب هبه هي أيضا، لكن هناك دائما ذاك السخم لدى الشعب التونسي باعتبار رصيده التنويري، باعتبار رصيده التائق للحرية والديمقراطية. كنتم ذكرتم قبل قليل كيف أن الشعب التونسي شعب متنور، شعب منفتح على الآخر، شعب يريد العمل، شعب مثقف، يعني منفتح على، يحب الحياة. والعشر سنوات التي عاشها كانت مثل الزائدة الدودية التي يوما ما سيلفظها ذاك الجسم، وهي فعلا بعد عشر سنوات لفظها الجسم التونسي، لأنها كما يقال لا تركب على الجسم، ليس هي، هو جسم غريب علينا، غريب على تكوين الشعب التونسي. صحيح. للأسف هذا ما حدث، وبالعكس هذا هو ما كان يجب أن يكون. يعني ماذا لو، أنا شخصيا أقول لك لن يكون ذلك أبدا، يعني آجلا أم عاجلا النهضة كانت ستنتهي، وكل القوى الرجعية كانت ستنتهي، وسيكون وسيقول الشعب التونسي كلمته، وسينتفض مجددا كما انتفض في السابق ضد كل قوى الظلام. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 الزميلة التونسية الأستاذة ضحى الطيق الإعلامية التونسية المعروفة، شكرا جدا لك على هذه المداخلة. تهانينا وتحياتنا الحقيقة، سواء إذا كان تحية حقيقية للشعب التونسي على قدرته للتخلص من هذه الرجعية الحقيقة والحركة النهضة لو صح التعبير، وهي ولا نهضة ولا يحزنون يعني، وفي نفس الوقت أيضا تهانينا ليهم بأنه بيشكلوا هذه الحكومة بإذن الله اللي تبدأ عملها بمنتهى النجاح وتستمر أيضا بمنتهى النجاح.